على مدار سنوات قدم العملاق المغربي ياسين بونو أداءً مثالياً مع ناديه الإسباني إشبيلية منذ الانضمام إليه عام 2019، لكن هذه القصة على وشك الانتهاء. سياسة جديدة تطبق في نادي إشبيلية هي السبب الذي يدفع بونو للرحيل خلال الفترة المقبلة بعد نهاية إجازته الصيفية، لكن يبقى السؤال: إلى أين يرحل العملاق المغربي؟ الرحلة الرائعة للمغربي ياسين بونو مع إشبيلية الإسباني أصبحت على وشك الانتهاء، والسبب في ذلك يعود إلى المدير الفني للفريق. قدم بونو نفسه كواحد من أفضل حراس المرمى في العالم كله بعد تقديمه أداء مثاليا على مدار سنوات قضاها مع النادي منذ الانضمام للمرة الأولى عام 2019. كان بونو الحارس الأساسي للفريق، ولم يكن له دوره فقط في حماية مرمى الفريق، وإنما نجح في كتابة اسمه في قائمة حراس المرمى مسجلي الأهداف بعدما سجل هدفاً مع الفريق الأندلسي في الموسم الماضي. المونديال الأخير كان نقطة تحول في مسيرة ياسين بونو صاحب 32 عاماً، إذ أنه بات مطلوباً في صفوف العديد من الفرق الكبرى في القارة الأوروبية. تمسك بونو بالبقاء مع إشبيلية في الموسم الماضي لإنقاذه من الهبوط من الدوري الإسباني الممتاز، ولم ينجح فقط في ذلك بل قاد الفريق للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي. بونو يمتلك خبرات كبيرة رغم أنه لم يلعب إلا في الليغا الإسبانية طوال رحلته الاحترافية في أوروبا، بداية من أتلتيكو مدريد ثم ريال ساراكوستا وجيرونا وأخيراً إشبيلية. ياسين بونو يخطط في الفترة الحالية لاتخاذ خطوة جديدة في مستقبله للخروج من إشبيلية وإسبانيا بالكامل لخوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل. السبب الأساسي في رغبة بونو في الرحيل عن إشبيلية هي السياسة التي يتخذها خوسين ماندي المدير الفني للنادي الأندلسي، وهي سياسة المداورة بينه وبين الحارس الصربي ماركو ديمتروفيتش، وهو ما لم يلقى استحسان الحارس المغربي. بونو على قائمة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى والتي تبحث في الوقت الحالي عن حارس مرمى بشكل ملح، خصوصاً في الدوري الإنجليزي وكذلك الإيطالي والألماني. في مقدمة هذه الأندية يأتي نادي مانشستر يونايتد، والذي أنهى علاقته بحارسه الأساسي الإسباني ديفيد ديخيا بعد رحلة طويلة ليبدأ البحث عن حارس قوي يعوض فراغ ديخيا. على الجانب الآخر، فإن تشيلسي حتى الآن لا يملك إلا الإسباني كيبا أريزا بلاغا بعد رحيل السنغالي إدوارد ماندي، بخلاف سعي نادي إنتر ميلان الإيطالي للبحث عن حارس مع اقتراب الكاميروني أندري أونانا من الرحيل. في ألمانيا يكرر بايرن ميونخ طلبه ضم ياسين بونو بعدما كان مطلوباً في يناير كانون الثاني الماضي لتعويض غياب مانويل نوير، إلا أن الانضمام للعملاق البافاري مستبعد، خصوصاً وأن بونو سيقضي على الأقل موسماً آخر على مقاعد البدلاء لصالح نوير.